مشاهدينا، جمعة مباركة للجميع. مشاهدي قناة شوف تيفي مباشرة من قلعة سراغنا، معنا واحد المسنة كما قلت مشاهدينا في قمة المأساة. هذه المسنة اللي هي مطلقة وعندها 3 ديال الأولاد كبار وكلهم عندهم إعاقة ذهنية. فمشاهدينا، هذه المسنة اليوم كتقول أنني كبرت وما بقى عندي جهد، شكون يحن فيا؟ فمشاهدينا غنخليكم مع هذه المسنة اللي غتحكي لنا المعاناة ديالها مع هاد 3 ديال الولاد اللي راهم كبروا وعانت معاهم، كتقول مطلقة ل 40 سنة ديال الطلاق، 40 سنة ديال المعاناة مع هاد 3 ديال الولاد. فنطلب الله يعوضها خير، ونطلب كذلك من كل من كيشوفنا في هذا المباشر يساعد هاد السيدة ولو بارتاج حتى يصل النداء ديالها ان شاء الله لذوي القلوب الرحيمة اللي يساعدوها على هاد 3 ديال الولاد. فنخليكم مع هذه المسنة اللي غتحكي لنا المعاناة ديالها مع الأولاد ديالها والمعاناة ديال 40 سنة. تفضلي معنا لالا، أنت مباشرة على قناة شوف دبي، احكي لنا عندك 3 الأولاد كبروا وعندهم إعاقة، احكي لنا شنو من هاد 40 سنة ديال المعاناة. تفضل. وانا عانيت ما خليت الضرب تاعي يوقف، يوقف ملي كبروا الولاد وانا اللي خلاهم، ولا كنطمن المحسنين وخوتنا العرب والمسلمين يعاونوني على الوليدات. انا ما تلقيت وجهي، راهم عيانين، عندهم الدواء وعندهم الماكله، ما يسمعوش بودنيهم، انسان ما كنفرج ليهمش، الشوف عندهم قليل، راهم عيانين ولا راكبين في الفراش، الا ما عاودتهم ما يعوموا، الا خرجوا كيطيحوا ليا كيتكابصوا، كنبقى نعاني معاهم في البروده، كيمرضوا ليا بزاف. وانا كنطلب من المحسنين يعاونوني على الوليدات، نخليهم ولا انا راني مكافحه معاهم، راني من خلام وليداتي، راني دايرهم بين عيني، راني ما كنفوتهمش، وبغيت الناس هما يتعاونوا معايا وعطفوا عليا، عطفوا على هاد الوليدات. شحال من عام وانتي معاهم كتعاني معاهم؟ شحال من عام قلتي باش طلقتي دابا؟ احكي لنا. 40 عام، 43 عام، 43 عام. 43 عام باش نطلق. 3 عندك كلهم مرات؟ كلهم مرات، كلهم يعانيو من الودنين، من النسال ما تلقاش نفرز لهم الهضره، كيتلوثوا، ما عندهم سنان مساكن باغين باش ياكلوا، ما لاقين الدواء، ما تلقاش لقيت باش نشري ليهم، كيمرضوا ليا بزاف، كيرقدوا في السبيطار، كنعاني عانا بوحدي. وانا دروك انا بقيت نطمن المحسنين وخوتنا المسلمين، واليوم الجمعه الله يخلف عليهم كتر خيرهم يعاونوني على الوليدات. انا اللي خلاهم ولا هاني معاهم، ما تلقاش لقيت باش ناتيهم، انا وقفت وكيقطعوا لي في قلبي، والله يخلف عليهم كتر خير، الله يخلف على المحسنين. انا تانا راني اختكم اللي خلاهم ولا ضعيف كبير فيهم. شحال في عمره تقريبا؟ كيبانوا كلهم كبار. الكبير عنده 47، هو هذا السي محمد عنده 47، اللي تابعوا السعيد عنده 45، وهذا راه تكون عنده فؤاد شي 44. فؤاد يعني الصغير 44. 44. اليوم اش كتقولي للناس اللي كيشوفوك وكيشوفوا هذه الحاله؟ كنطلب الله، الله يحفظهم والله يكثر خيرهم يعاونوني المحسنين على هاد الوليدات، راه ما تلقيت ليهم جد، راهم 3 كيمرضوا ليا بزاف وباغين الدواء بزاف وباغي الاعانه، وانا ما تلقيت باش ناتيهم، ما تلقيت باش ناتيهم، بغيت خوتنا يعاونوني ووقفوا معايا، الله يخلف لهم كتر خيرهم، الله يخلف لهم كتر خيرهم محسن. انا راه ما عمر شي حد عرفني ولا جاب لي شي حاجه ولا دق عليا الباب، ولا ما عمر شي حد اللي جا عندي وعاونني عليهم. نطلب الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يشوف الناس رحمة مشاهدي قناة شوف تي في. فكما شفتوا معنا هذه الحالة فقمة المأساة، هذه الحالة اللي يعني هذه الأم، هذه المسنة اللي هي كتقول 40 سنة ديال الطلاق، 40 سنة ديال المعاناة مع 3 ديال الأولاد كبار يعني اللي عندهم إعاقة ذهنية. فنتمنوا لهم الشفاء العاجل، ونتمنوا إن شاء الله من خلال هذا المباشر عبر قناة شوف تي في تلقى شي قلب رحيم، تلقى شي محسن ولا محسنة اللي يمد يد المساعدة لهذه الأسرة
لهذه المسنة اللي كما قلت عانت الكثير مع 3 ديال الأولاد اللي عندهم مرض إعاقة ذهنية، فنتمنوا لهم الشفاء العاجل. مشاهدينا، نتمنى إن شاء الله هذه السيدة اللي بيساعدها، فرقم الهاتف ديالها موجود في العنوان ديال هذا المباشر. فجمعة مباركة للجميع، تقبل الله من الجميع. نلقاكم مشاهدينا في مباشر آخر في موضوع آخر. إلى اللقاء.